إذن انطلق الشوط الثاني أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، من مسافة 1200 متر بانطلاقة 7 من الجياد المستوردة الثيربريد، بانطلاقة برنس بونير. المرشح الأول هو اللي يتصدر السباق من البداية، بينما يلحق به ثانيا دوجر مارلي بقيادة الفارس كيرون فوكس، والمركز الثالث يأتي سكوت ستران، بينما رابعا هنالك المرشح الثاني زين امبرور. إذن حتى الآن المرشح الأول برنس بونير هو اللي يقود هذا الشوط، بينما تغيرت الأمور الآن لمصلحة دوجر مارلي. إذا دوجر مارلي مع الفارس كيرون فوكس هو اللي يتصدر السباق. برنس بونير يأتي في المركز الثاني من جانب السياج، ومن وسط الجياد زين امبرور في المركز الثالث، لولا فينسس تأتي رابعا، وبرازوس خامسا. إذا هنا برنس بونير هو اللي يتصدر السباق، دوجر مارلي يأتي في المركز الثاني. إذا برنس بونير مع الفارس كالفين حبيب هو اللي يتصدر السباق الآن في آخر 100 متر من السباق. إذا برنس بونير وبرازوس يأتي في المركز الثاني، وأيضا زين امبرور، لكن برنس بونير من يخطف صدارة الشوط الثاني مع الفارس كالفين حبيب المركز الثاني.